تمتلك تعز من الحياة ما يكفيها لمقاومة الموت، ومن الرجال ما تواجه به أقوى الأسلحة وأقسى أنواع الخذلان، حتى الحصار ينتهي عند حدود هذه المدينة وإن كان مبتدئا فيها. هي الوحيدة المالكة لكل تلك التناقضات، وإن كانت وحيدة مع أبنائها في مواجهة من يملكون مقدرات دولة منهوبة. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي المخلوع إلى خلف مبنى المنشآت النفطية المقابلة للسجن المركزي بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز، دارت خلالها معارك عنيفة بين الطرفين. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدوا أيضا لهجوم شنته ميليشيا الحوثي المخلوع على مواقع في الخطوط الأمامية للضباب، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عند محاولة الميليشيا التوغل تجاه منطقة ميلات، أحد أهم المواقع المتمركز فيها الجيش والمقاومة. سبقه قصف بالمدفعية وقذائف الهون، كما قصفت الميليشيا عزلة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب غرب تعز بصواريخ الكاتيوشا. تستمر المواجهات بشكل يومي بين المقاومة والميليشيا في محاولة من هذه الأخيرة للسيطرة على تعز، ومن ثم ضمان استمرار حكمها بالقوة وربما العودة منها لباقي مناطق الجنوب.